السلام عليكم بعدا خويا، تنحييكم وتنحيو هذا المنبر ديالكم اللي كتفيدونا وكتجو كتسولوا فينا بعدا نتوما. الله يرحم لكم الوالدين. كتسولونا على هذه المهنه، هذه المهنه صعيبه شويه والناس ما حسوش بينا، صعيبه بزاف. هذه الجائحه هذه اقل شيء هاد المسؤولين كانوا يشوفوا فينا ولو كان بنص عين. الله يرحم الوالدين. علاش الراجل مهلوك؟ لما جيت البهيمات اللي عايش معاهم ولا من جهه وليداته، وما كاينش اللي شاف فينا حتى بنص عين، لا الناس الكبار ولا الناس الصغار ولا حتى الناس اللي تيدامجوا معنا في الحرفه اللي تنصوتوا عليهم وحتى ندعموهم وما تيديروا معنا والو. وحتى حتى دوك المسؤولين ديال البلاد ما شاء الله ما كاين ما نقولوا، هما عرفوا هذا الشيء وعارفين هاد 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 الثوره هذه مهمه للبلاد، هذه ثوره للبلاد ومشرفه للبلاد ومشرفة السياحة ومشرفة بلادنا ومشرفة وطننا، وحنا ولاد الوطن، حنا ولاد الشعب، هادشي ما خصناش نفرطوا فيه. هادي حاجة مهمة لينا ومهمة لبلادنا ومهمة للشعب ديالنا، لأن هو حاجة سياحية، والسياح ملي تيجي وتنديروا به شي دويرة شرفية تيمشي ناشط وتفتخر بالبلاد ديالنا، تيمشي مثلا ناشط بواحد الحاجة ذوق ديال البلاد، يعني طورة قديمة هي خلوها جدودنا وجدود المسؤولين ديالنا الله ينصرهم. ولكن ما شاء الله ما كاين ما نقولوا اخويا، هذه اخر كلمة. انا تنحييكم وتنحيي المنبر ديالكم، الله يجازيكم بخير خويا، الله يطول عمركم والسلام عليكم. وهادشي اللي بغينا نقولوا، هاد الناس راه عارفين وما نكذبش عليك، راه عارفين كل شيء، عارفيننا بالله، راه حنا مضرورين ولكن ما سولوا فينا شيء، يرجع في الله. هذه اخر كلمة والسلام عليكم والله يجازيكم بخير خويا العزيز، وتبارك الله عليكم، الله يعاون خويا. كذلك ملي كنقولوا كذلك ملي كنقولوا 600 شخص، يعني 600 عائلة، كيف يعقل قطاع كيشغل أكثر من 600 عائلة وأصبح يعني اليوم ما كاين دعم من حتى شي جهة، في الوقت اللي حنا كقطاع عربات يعني كنقدموا الخدمة جليلة لبلادنا. هذاك السائح الاجنبي اللي كيجي ولا هذاك المواطن المغربي اللي كيجي كنهزوه، طبعا حنا كمراكشين كنشرحوا معالم المدينه، كنشرحوا المآثر ديال التاريخيه، كنشرحوا كنعطيو الصوره ديال البلاد في واحد الحله جديده ومزيانه، باش ان شاء الله ملي يمشي لبلادو كيعاود ديك الصوره مزيانه وكتكون امور مزيانه. يعني حنا تنقدموا خدمات جليله للبلاد، كيفاش اليوم بعض الناس بيتجاهلونا، هاد الناس جاري هنا يعني ما لو شي وزاره يعني حملات العتيق ديالها المسؤول ديال الناس وقالوا احنا شحال حنا كاع حتى شي جهه ما بتبنى الناس. هادشي راه يعني كيطرح عده اسئله. وثاني حاجه هو الكوتشي عنده ارتباط مباشر ربما اربع وزارات، وزاره السياحه، وزاره الفلاحه، كذلك وزاره النقل. يعني كيفاش اليوم هاد الناس، هاد الوزاره اللي حنا وزاره الثقافه عندنا كنمثلوهم حنا سميتو في البلاد وفي كيتجنب هاد الطريقه هادي. المهم على العموم كاين بعض المحسنين اللي تعاونوا معنا، بعض المحسنين اللي تجاوبوا معنا وكوغياكت، وشكرا للجميع. وكنتمنى ان شاء الله نوصلوا، يعني كنتمنى الدعم من المسؤولين يتجهوا لهاد الناس هادو ويستجبوا لنا، يعني لان الناس راه كتعاني وخصو يستجبوا لنا، وشكرا للجميع. يا سيدي وعندنا هاد البهيمات هادو اللي ما تلقاوش ليهم ما ياكلوا في هاد الجائحه اللي دازت علينا، والله القسم الا كان باتهم مألمين دايرينهم بحال وليداتنا، الله راقبون عليا، ما تيجينيش النعاس اللي كيباتهم خصوصي انت هما، لان هما هاد البهيمات تربينا معاهم وتنتمعشوا معاهم، والله راقبون، ورجع الله ما سوقرنا لهم والو، ما سوقرنا الا الشوف. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.